الظاهرة تنشوفوها علينا كاينين في المغرب كامل، كيف في كاينين كازا ولا أي حاجة، كل مرة تنسمعوا بأن القوس والحلول وهذا. اش نقول لك، هي ماشي لصالحنا في هذا الوقت هذا ديال بأن كاينة مرض كورونا، وكاين وحنا أصلا حنا ديجا معقمين بلا كورونا. إلا جيتي تشوف حنا دابا حنا كسيسيلات كيفين تنبغيو نخدموا، ضروري تتكون لي كون، ضروري البافي، ضروري ضروري لا في لابيلاسيون، لا في البيديكور، لا في ضروري لا في لي سوان فيزاج. وحنا تناخذوا سون رونديفو، ما عندناش الناس بزاف هنا، فهمتي؟ هذا هو الشعور ديالك، يعني كتشوفي الناس اللي هما خدامين بسريه وانتم كيفاش كتشوفوا هذا؟ واش غادي نقول لك، هذه راه هذا طرحها على المسؤولين، ما طرحهاش علينا حنايا. هذا هو نسول المسؤولين علاش شي خدام وشي جالس، صالونا صغار خدامين وحنا ما خداميش، حنا عندنا ضرائب، عندنا كراوات، عندنا بزاف، عندنا دي بيرسون بزاف يتخلصوا، عندنا دي برودوي عباد الله تيسالونا، دي تخيك بزاف، عندنا شي حاجه فوق الطاقه. اننا المحل انا كاريه ب 12000 درهم، ها هي 4 شهور ما مخلصاش الكرا، عندي 10 ديال لي بيرسون منين غيتخلصوا، عندي لي برودوي، عندي 50000 ديال لي برودوي خصني نخلص نحل. واش غنخدموا كما كنا ولا ما غنخدموش؟ ما عرفناش. كاينين الناس اللي متخوفين ما يدخلوش للصالون، كاين اللي بغى يدخل، هذا هو المشكل. كاينين فيديوهات يعني الناس الفروف حاليا يعني كي طريقه سريه كيخدموا. ما نكذبش عليك اخويا، ما لحد الان ما شفت انا والو، تيهضروا الناس ولكني باش نشوف بعيني باقا ما شفتش بعيني. منين غادي نشوف ذاك الساعه غندخل وغادي نمشي للسلطات المعنيه وغادي حتى انا نهضر ونهضر على راسي على شي حال وشي سات. هذا هو اللي غادي نهضر، ولكن حنا مضرورين يديروا فينا يشوفوا فينا حنايا كما شافوا العباد الله يشوفونا حتى حنا، حنا منطقه جوج يشوفونا شنو خاصنا، يديروا المعاينه، شوفوا قالوا الميتراج راه كاين الميتراج اللي قالوا لنا غادي نديروا نطبقوه. ذاك الساعات غتكون لجنه حاضينا حتى حنا من ناحيه التعقيم، من ناحيه كل شيء. راه الناس جالسين، راه الناس ما لقاوش باش ياكلوا، راه عندي بنات تيعيطوا لي ما لقاوش باش ياكلوا. انا اللي تتشوف انا ما لقيتش، انا كون ما كانش عندي المؤمن ديالي المنظر ديالي خدام وهذا، راه حتى انا من غدا غادي نصبح ما عرفناش دابا حتى شنو غيديروا معنا ملي غندخلوا. بالنسبه لهاد 4 شهور ديال الكرا، واش مول الكرا يقدر يصبر عليك؟ راه ما غيصبرش معاك. انا عيط لي غير افونتي، عيط لي وباح قال لي مريم عطيني شي شهر، منين غيعطيك؟ انا ما خداماش، حابسه. هذا هو المشكل، شنو يشوفوا فينا حتى حنايا؟ حتى حنا راه مخدمين الناس، راه خدمين، انا مخدمه 32 واحد عندي بين الرباط وسلا. خصني كلشي خصو يتخلص، كلشي لا حول ولا قوه الا بالله. وماشي بالكي، كون كان ملكك غتسل فيه وتعطي لعباد الله دي برودوي تيتسالوا، الما والضو، كلشي كلشي. غريب في الامر بان الضو، انا 3 موا وانا حابسه جاتني 6000 درهم، وانا حابسه 3 موا ما خداميش، جاتني 6000 درهم ديال الضو. وكي غندير خصني نرجع عندهم وديروا الكونترول بان انا ما كنتش خدامه، داروا لي داكشي اللي تناخذ حسبوا لي في 3 موا. هادشي راه ماشي معقول، هادشي اسيدي جاتني في الرباط جاتني 6000 درهم، 6000 درهم جاتني مسدود، ما خدامه ما والو، بريسك 4 موا ودمي حابسه، جاتني 6000 درهم وما خداماش. هادشي زعما تيقلق، هادشي تنطلبوا من الجهه المسؤوله يراعيونا حنا، يشوفونا شويه. ناخذ كريدي بالنسبه، وانا الا دخلت غادي نخدم وغناخذ كريدي، هي واش حيلتك تعطي الكريدي للكرا ولا تعطي الكريدي ديال الناس ولا تعطي الكريدي للبنكه؟ وديجا انا واخده كريدي، ديجا عندي دي كريدي، ما يمكنليش عندي ثلاثة ديال الكريديات باش صوبت هذا المحل، باش بزاف، باش دخلت فلوسي هنايا، ديجا انا ونزيد كريدي وما يمكنش ما يعطونيش. الناس مورايا يدفعوا، راه باقي تيتسنى، ما كاين والو، ما كاين لا اكسجين لا والو، ما كاينش داكشي، غير ستيلو ورقه كما تيقولوا. احنا وصلت فينا بعدا بالخصوصا، وصلت تنشوف الناس مساكنه عندهم ولادهم، والله ما تنشوف راسي انا اصلا. الا داروا عليا البحث
انا تنحل في الناس ديالي سكيفي انا الا كان فالور تيديروا ب 1000 درهم 1500 انا راه تندير هنا 3000 5000 درهم استغل البنت اما الا تيسمعوني راه يعرفوني سكيفي مهلية في الناس مرايا حتى انا دزت في هذا الميدان وتا انا خدمت وتا انا بزاف حتى ما تنبغيش داك الشيء اللي داز عليا ندوزو على الناس ديالي انا حتى انا راه هزه اسر باش بنادم يديروا لنا غير التفاته يشوفوا فينا قالك حنا نتوما الاخرانيين نتوما والجوامع والحمامات حنا الاخرانيين يشوفوا فينا حتى حنا على دابا اللي كاينين ملي تدخلي تدير تمشي لكيني تديري اماساج ياك حتى حنا عندنا تنديروا اماساج اما 600 داك الشيء راه بحالنا بحال الكيني بحالنا بحالهم ما ناقصين والو غير هما ما عندهمش الشاشوار هذا هما عندهم لي غولاكس بحالنا كلشي بحالنا كيف علاش هما يخدموا حنا ما نخدموش بيان سيغ صرفيا راني تنهضر معاك راه ما نقولكش شحال تي كيدايره سيغتو الناس من تيعيطوا ليا ها هي السيده خدامه على اربعه ديال الاولاد هاد اللي تتشوف فهم ضميناج ما نخلصهاش شهرين ما عطيتها حتى مره واقفه معايا تجي حيت عارفه شنو كاين عارفه ما مخبيه عليهم وعارفين ملي تيكون عندي ما تنخسر ليهمش هذا حلاه بحال تنقول حلاه باب رزق الناس كلهم تياكلوا معايا كلشي تياكل معايا ونطلبوا من المسؤولين يديروا فينا التفاته لهذا المشروع هذا ليا الناس شوف كاع اللي عنده شي محل بحال هكا وسيغتو اللي كاري راه كلا العصا مسكين راه لا حول ولا قوه ما عاد اللي عنده من الكره راه ما تابعاش الكره دابا انا راه كنت من هنا خصني نحط واش غندخل في الشهر الاول نخرجها راه ما نخرجهاش من غدا نمشي للمحكمه واش يفكونا من المحاكم هاد 3 موان دابا سؤال نسول الا كان المنشي غيحطنا في هاد 3 موان يقدروا يديروا لنا الافراغ هذا هو السؤال اللي تنسول ما تعاطف مول الملك ما تعاطف ما والو دابا غير تنسول واش انا الا كان المسؤولين قدوا بينا الا مشاو هزوا الدوسي ديالنا تيقول 3 موان تيخرجوا بنادم الا ما خلصوش واش غيقدوا بينا واش غيحبسوا هاد 3 موان ديال كوفي غيتحبس ما يدخلش المحاكم هذا هو السؤال الموجه المعني المسؤول المعنيين ديال الامر واش هاد 3 موان الا دفعها غيخرجونا يسحبونا سيغتو الا دخل انا على هاد المحل تراب هاد المحل دخلت عليه تراب كله دخلت عليه خربه حاشاكم خربه دخلت عليه الحديد والزبل وكل شيء واش غيرجع لي حقي ما غيرجع ليش حقي 120 مليون هنا محطها كلشي اللي تملك ما غيرجع لياش الا كانوا غينفعونا ويديروا لنا شي حنا ما طالبينش معنا يخلصوا معنا الكره هذا 120 مليون مقيوم كاين اللي فاكتور نوريك كل شيء السيد 120 مليون حطه هنايا لان هادشي كله كان خربه هادشي كله كان انا تنطلب من الحكومه من الجهه المسؤوله واش غيكون تاثير على الكره ديالنا على المصاريف الكره بان 3 موان بحال تخلصي شهر طريطات واش الا مشى دعانا غيديروا معنا هادشي هاد الحل هذا واش فهمتيني شنو بغيت نقصد الا كان غيدعي هاد مول المحل يقول لك ان شاء الله ما نخلصهاش كيف غايقول لكم خرجوا بحالاتكم القانون تيقول لك خرجوا ولينا حنا راه كنا مرغمين علينا نحبسوا ما خلوناش ناخذ واش غنخلصوا راه غنخلصوا ولينا نخلصوا بارتريت بحال دابا 12000 درهم شحال خصك تعطيه شحال خصك تعطيه خصك تعطي 15000 درهم في الشهر هتصوري ما تصوريش الناس يلا تيرجعوا الناس يلا الناس مأزمين عباد الله راه ما نقولكش واحد الحاله ما تصورش خصهم يديروا شي يشوفوا فينا يشوفوا لينا حنايا يشوفوا الصالونات ماشي انا تنظر عامة على الصالونات كان يشوفوا فينا حنا ما حنا حتى واحد ما سول فينا حتى واحد ما دق علينا حتى واحد شنو قالنا شنو خاصكم والو هبطوا الريدو صافي تيح الله هادشي اللي كاين حنا تندير الميناج واش راك عارف الميناج ضروري صافي تخلصني 10000 ريال في السيمانه وعاد مسكينه هكا تدور معايا خطره من تجي وهذا لكن ما عنديش وباقا ما وصلت سيمانتي زعما تدور معايا ما نكذبش عليك تمشي عندها حتى للدار وكلشي زعما ودابا حنا جالسين ما كاين خدمه الديور ماما تاع عيطوش خايفين من هذا المرض وجالسين مع حنا هي مع داك اللي خرجوا لنا ديال ديك 16000 ريال تنتعاونوا بها وصافي وهكا شويه تسلاف وهذا واش غنقول لك وجاونا مع داك المقدم شويه د المعاونه وهذا صافي هذا الشيء اللي كاين ما كاينش ما نكذبوش على الله ايوا شنو نديرو داكشي مكتوب والله ما عندنا ما نديرو حنا مزيرين هي وتازمنا وهذا ولكن الحمد لله ما عندنا ما نديرو داكشي جا من عند الله مرحبا ما عندنا ما نديرو كاع
واش غدير فين غتمشي؟ غتمشي تدور على الناس ساعه كاع تنسعوا باب الله؟ ما يمكنش. صابرين حنايا شويه كتقتصدوا مع ديك البركه اللي خرجوا لنا مع هكا. واحد السيده مسكينه حتى هي عاوناتني ما نكذبوش على الله، الله يسهل عليها تمشي عند امها الرباط حتى هي عاوناتني. هذه في الاول حتى مريم حتى هي عاوناتني ما نكذبوش على الله. ما نكذبوش على الله، عاونتني السيده، عاونتني مريم تايان. واش غنقول لك هذا الشيء اللي كاين هو هذا الشيء ديال المعاونه وهذا. والواحد عنده الدراري، وعندي الولد راه عنده 22 وعاد الدراري، واش غادي؟ والوالده معايا عمياء ما تتشوش، عندي اربعه الوليدات والوالده عمياء ما تتشوش، ولدها ما كاينش، انا اللي رد لها البال دابا ومقابلها. هاني خويا انت قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.